لوحدك. قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونه اضرب لي حجريه. طب بدك فل واتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا بعت اجيب عسل وبسبوسه وكنافه وزلبي. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعه ما جيت وعماله اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطه القشطه ولسه كمان لما تتخني اكتر واكتر. ليك يا كبير، ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعيه. شو هاي؟ عندي طين. اه مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. بتلعب رياضة؟ لا الرياضة دي كانت زمان، يعني واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعة وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك. أنا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والأستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس. والجداد دلوك الأستاذ عباس حمودة ومحمد أبو لموني وعلي الجرموني وجاستن تمبرليك. طب وأنا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده أنا طبعك ده وأحبك ده، ومن الآخر ما فيش أطعم منك ده. الغناوة دي أثرت فيا خالص. كيف يعني أثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ، وشرخ عميق. شرخ؟ إنه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد أنا انبسطت إني شفتك يا كبير. شفتيني أنا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هذا من الملذات، لازم نقوم دلوق. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي.